نسجل نبدأ من الأول. طيب مون بوتيشيا ونيتي سانك، هتقري الكلمات تاني بقى من البداية؟ من البداية. اه انكور دي شيفو ان تيت ان اي دي زيو ان اوراي ان ني ان فرون ان فيزاج ان جو ان استما ان دو ان كود ان جامب ان جنو ان بيي ان دوا ان اورتي ان شيان ان شا. تمام، دي كلها بارتي دو كور، اجزاء جسم. فيرب افوار، جي تيا الى الى Nous avons, vous avez, ils ont, elles ont. تمام، وقلنا دلوقتي برضو ان كلمه مال بتضاف ليها عشان اعبر عن الالم مع استخدام لي بريبوزيسيون، حروف الجر اللي قدامي، او على اي لابوستروف او، او سانجولي ماسكولا زي الامثله اللي فوق عندي. يعني هاجي مثلا على كلمه زي ني، ان ني، ان فرون، ان فيزاج، ان ان بيي، ان جنو، كل الكلمات اللي هي سانجولي ماسكولا وتكون بادئه بحرف كونسون هستخدم معاها اون. الا العكس، تكون في ميناء، ما تكونش ميناء ماسكولين. سنجلي. اه سانجلي في ميناء، وبرضه تكون كومونس بار كونسون حرف ساكن. اما ال ابوستروف بقى، ال ابوستروف مع اي سانجلي بادئ بحرف فويل، زي مثلا فويل. اي، اه زي اوراي، زي استوما، تمام اهي، تمام. او ايبول هتلاقيها تحت، اوتاي، اي كلمه سانجلي بادئه بفويل. او الاخيره بقى، او افيك اكس مع اي بلوريال حتى لو بادئ بفويل، تمام. ودي الأمثلة اللي تمام. عليها اللي احنا قلناها. وقلنا دلوقتي لما أكون عند الميدسان، شي لو ميدسان، عند الطبيب، ويحب يسألني سؤال، هيسألني يقول لي أو تويا مال، أو يقول لي أو أ تي مال، ببدل الفعل والفاعل. السؤالين صح، إجابتي هقول جي مال، نفس المثال اللي أنا قلته فوق دلوقتي، جي مال أو فونتر، جي مال ألوري، جي مال ألستوما، على حسب الألم اللي أنا بشعر بيه هتكلم. تمام، وده الشرح تمام. بتاع ادوات اللي هي بتاع حروف الجر اللي احنا قلناها دلوقتي. طيب عشان استخدم بقى الفو النوفو بقى، اتفقنا ان الفو لحاجه مفيده، أعملها. اه مفيده ان انا اعملها، النوفو بقى لحاجه غير مفيده، زي مثلا الفو فير اتونسيون، يجب ان تنتبه، الفو فير اتونسيون، الفو روغاردي او تابلو، يجب ان تنظر الى السبوره، يعني تركز مع المدرس بتاعك في الفصل انك تبص للسبوره. الفو بيان ايكوتي لا ليسون، انك تسمع الدرس كويس، برضه دي حاجه مفيده. الفو مونجي دي فغوي، تاكل فاكهه مثلا، برضه دي حاجه مفيده. الفو فيغ دي سبور، تلعب رياضه، حاجه مفيده. فكل دولت ممكن استخدم معاهم الفو. النفو با، النفو با بقى الحاجه غير مفيده، فانا بقول لك بلاش تعملها، يجب ما الا بغضي بافاردي اون كلاس، انك تقعد ترغي في الفصل تتكلم كتير، او بارلي اون كلاس، برضه بارلي زي بافاردي، بس بافاردي يعني انت بتتكلم كلام ملوش لازمه، بقعد اتكلم وارغي وخلاص. اما بارلي ممكن اكون بتكلم كلام مفيد بس هيشتتني، برضه لازم اتكلم مثلا باذن او حاجه زي كده. انفو با اوبليي لو دوفوار، اوبليي نفسها انسى، قلت بقى اوبليي لو دوفوار، اوبليي لي كايي، لي ليفر، لو كارتابل، ان انا انسى اي حاجه، يجب ألا أنسى، يعني المفروض إن أنا أقول إل نفو با، تمام. وادي فيرب بوار، قلنا الفعل ده للعلم بس مش أكتر. جو بوا، تو بوا، إل بوا، إل بوا، نو بوفون، فو بوفي، إل بواف، إل بواف، يعني ممكن أستخدمه في جملة زي اللي أنا قلتها دلوقتي. إل نفو با، إل نفو با بوار دو كافي، يجب ألا تشرب قهوة، أو إل نفو با بوار دو صودا، إنك تشرب صودا، تمام. ونلاحظ برضو حاجة تانية، ان الفو النفو با الفيرب بعدها بيجي ايه؟ infinitive. انفينيتيف، مهم جدا الموضوع ده. طيب باقي الكلمات تاني، un ventre une langue une bouche grand grande petit petite
سال إني بول أم بغا إما أم ميتسا أم دانتيس إل فو بروبر موفي موفيز 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 موفي موفيز فور فورت كور كورت منس منس il ne faut pas تمام منس 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 il ne faut pas une serviette une baignoire arrête des poils bien dans se laver ils sont avoir mal voilà long long تمام. ليز ادجكتيف بوسيسيف اللي هي الصفات الملكيه عشان استخدمها واعبر عن الحاجات اللي هي تخصني او الحاجات اللي هي تخصك او الحاجات اللي تخص شخص اخر، سواء كانت الحاجات دي بقى عاقل او غير عاقل، يعني مش هتفرق. ما هو معنى ان اقول مثلا الحاجه دي بتاعتي يعني ملكي، طب الشخص ده ينفع اقول الشخص ده بتاعي؟ لا، الشخص ده يخصني، ممكن يكون مثلا مون بير ابي مون انكل عمي او خالي مونيكول مدرستي، اي دي شيء. تمام. ما فواتير عربيتي، دي كده شيء ملكي، لو شيء يبقى ملكي، لكن لو شخص يبقى يخصني تبعي. تمام. على حسب الفاعل اللي هو السوجي عندي هتكون صفات الملكية اللي بستخدمها. بمعنى إذا كان الفاعل جو، يعني إذا كنت بتكلم عني عن حاجة تخصني، صفات الملكية اللي هستخدمها هما الثلاثة دول: مو مو مامي تمام، مو مامي. ايه الاختلاف اللي بينهم؟ انا عندي ثلاثة، مو مامي، وانا اللي بتكلم مو عن نفسي. امتى هستخدم مو، امتى هستخدم ما، وامتى هستخدم مي؟ دول مو على حسب هسمعك بس معلش، على حسب، انا مش هقول انا الاجابة، هسيبك انت بتقوليها. على حسب المملوك. المملوك يعني ايه؟ انا بتكلم عن نفسي، انا احب مثلا، على حسب الحاجة اللي انا بحبها دي. قولي انت بقى الفرق بينهم وبين بعض. بحط مو لما يبقى سنجولي يعني مذكر او في ماسكولا او فيمينا. طيب همشي معاك خطوه خطوه في اللي قلتيه. تمام. ثانية يبقى سانجولي، انا عارف انت قلت ايه وعارف انت قصدك ايه، بس اسمعيني معلش. يبقى انت قلت دلوقتي سانجولي، سانجولي ماسكولا، سانجولي ماسكولا يعني مذكر، مفرد مذكر، تمام كده. وقلتي فيمينا اللي هو ايه بقى؟ الفيمينا. بدأ بحرف فويل. جميل، يبقى ده الفرق. وهتيجي اي مع الفيمينا، بس المهم يكون بادئ بحرف فويل، كومونس بار فويل. زي كلمه في الامثله عندي ايكول. ايكول اساسا فيمينا مؤنث، فالمفروض ان انا هتعامل معاها في المؤنث. قال لي لا، احنا هنا في المؤنث ما بنستخدمش ابوستروف، ومش هينفع نسيب الحرفين فويل مع بعض، هيبقوا صعب في النطق. مش هقول ما ايكول، هقولها مونيكول على طول. فانا هتعامل مع السانجوليه فيمينا اللي هو كومونس بار فويل، زيه زي الماسكولا بالظبط، ده في صفات الملكيه. ماشي. يبقى موم مع السانجولي، سانجولي ماشي اللي هو ماسكولا كله، والفيمينا كومونس بار فويل، والمؤنث اللي بادئ بفويل متحرك. وما ما للسانجولي فيمينا بدأ بحرف كونسون. سانجولي ماشي، سانجولي فيمينا كومونس بار كونسون. تمام. يبقى المفرد المؤنث اللي بادئ بحرف ساكن، زي مثلا مير طونت وسير وفامي، اي اسم مؤنث حتى في اجزاء الجسم. ما يد مثلا، ما 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 تيت، وهكذا. واخر واحده مي للبلوريال، بلوريال كله حتى لو بدأ بحرف الفايل. او مثلا ميزيو عيوني، ميزوغاي وداني، بادئين بحرف الفايل لكن استخدمت مي. تمام كده. يبقى اذا كان الفاعل عندي، الفاعل عندي اللي هو السوجي الضمير جو، بتكلم عن حاجه تخصني، هستخدم الثلاثه مو او ما او مي. مو مع سانجولي ماسكولا، والسانجولي فيمينا كومونس بار فويل. ما
تيجي مع السنجل يفهم هناك من صبار كونسون وبس، يعني مفرد مؤنث اللي بادئ بساكن وبس، اي مفرد تاني مع مو، والجمع كله بيجي معها مي. نفس ماشي. الكلام اللي احنا قلناه بالظبط على الضمير نعم. تيو. تيو وإيل وإيل. تمام. بمعنى ان اذا كان الفاعل تيو، يعني انا بتكلم عن حاجه تخصك انت، هقول لك تيام، انت بتحبي مثلا تون بير باباكي، تا مير مامتك، تي فرير اخواتك، كلهم يخصوك انت، مذكر مؤنث جمع. بس انا استخدمت تون وطا وتي عشان الفاعل هنا تي، انا بكلمك انت حاجه تخصك. لو بتكلم عن شخص تاني بقى، يعني ايل او ال، هو او هي، او استخدمت الاسم بتاعه النوم، يعني اقول لك مثلا فلان، اقول لك فلان احمد، احمد ايم سون بير سامير سي فرير. طب لو قلت لك ساره، ساره ايم سون بير، الله، هتقول لي سون برضو. طب احنا قلنا احمد هنستخدم سون ماشي، لكن ساره هنستخدم سون؟ في ناس بقى بتتلخبط، تبص تلاقي الاسم مؤنث في اول الجمله يستخدم لك صا عشان هي مؤنث، نقول له لا، الفاعل، الفاعل حاجه والصفه الملكيه اللي بستخدمها حاجه تانية. بمعنى يعني الفاعل هنا انا بشاور على ايه؟ بشاور على ايل. الفاعل ايل، يبقى انا على طول في خيالي كده ثلاث صفات ملكيه، سون سا سي، بستخدم مين في الثلاثه؟ على حسب الاسم اللي بعدها. يعني هنا انا استخدمت الصون ليه؟ عشان كلمه دوفوار سانجوليه ماسكولين مفرد مذكر. طيب استخدمت سي عشان كلمه سبور جمع بلوجيل، استخدمت سا عشان كلمه شومب فيمينا كومونس باي كونسون. تمام تمام فانا الفاعل عندي بيحدد الثلاث صفات اللي بستخدمهم مش اكتر. الفاعل جو يبقى الثلاث صفات اللي هستخدمهم مو مامي، الفاعل تي يبقى تو تا تي، اي فاعل تاني غير الاثنين اللي احنا قلناهم دلوقتي يبقى سون سا سي. تمام كده؟ والامثله هي واضحه قدامي، جيم مونبير مامير مي فرير مون ايكول مي زامي، كلهم مون مامي عشان خاطر الفاعل جو. ايوه تو جيم ها طون شيا، جيم طون شيا تاشات تي جو تيز وازو، تيز وازو عصافير، تيز وازو اي طون جاردان، طون جاردان. إل في، إل في سون ديفوار سي سبور بريفيري اي سا شامبر. تمام. سلمى، سلمى ام سون فرير سي بارون اي سا جرامير. تمام. انا دلوقتي اتكلمنا عن اجزاء الجسم وازاي اشعر بالم، في حاجه تانية برضه ممكن نستفيد بيها اللي هي الحواس، لي سانك سون، الحواس الخمسه اللي عندي. انا عندي روغاردي جوتي سونتير بوشي وايكوتي، الافعال اللي هي بتعبر عن الحواس الخمسه اللي عندي، اللي هو النظر والتذوق والشم واللمس والسمع. طب هستخدمهم ازاي؟ بستخدم الفيرب عادي، انا عندي روغاردي جوتي توشي ايكوتي، كلهم افعال مجموعه اولى برومي جروب. تمام. تصريفاتهم سهله، بنحذف الاو ار ونضيف نهايات المجموعه الاولى اللي هي او او اس او او ان اس او زد او ان تي، سونتير هو المجموعه الثالثه. لو لاحظتي هتلاقي سونتير مع الضمير جو بالشكل ده جي سون، وتي زيه بالظبط نفس النظام. يعني تصريفات المجموعه الثالثه برضه مش صعبه، يعني هي سهله، هتبقى جو سون تي سون، نفس التصريف ده بالظبط. ال و ال و او بتبقى بالشكل اللي قصاده ده، ال سون ال سون و اون سون. بعد كده البلوريال بقى في الجمع نو سون تون، بنحذف الاي ار ونحط برضه نهايه المجموعه الاولى، فسهله في الجمع. بنحذف الاي ار اللي هي موجوده في الفيرب هنا اخر حرفين ونحط او ان اس او زد او ان تي. تمام.
تمام. بقول دي كمعلومة كده إيه إضافية. جي توش افيك، طب أنا بلمس، بلمس بإيه؟ يبقى افيك افيك، لا ما يبقى افيك لا ما، حاسة اللمس بتاعتي افيك لا ما. جي سون افيك، بشم بيه لوني لوني. جي جوت افيك، لا لونغ ما ينفعش اقول بقى لابوش، انا مش بتذوق بمقي، لا انا بتذوق بلساني. جو ريغارد افيك لوي لوي او ليزيو، الاثنين يبقوا صح. انا بسمع بشوف قصدي بالعين، لو قلتها مفرد او قلتها جمع بلوريال مفيش مشكله. جو ريغارد افيك لوي او افيك ليزيو. وجو كوت افيك لوغي لوغاي. تمام، الجملة اللي بعدها بنفس النظام برضو، بس استخدمت الضمير اون، الضمير اون اللي هي في قصادها ديت بالمعنى الجمع، نحن نسمع به، نحن نشم به، نحن نلمس به، وهكذا. تمام. لا نيجاسيون، النفي، عشان انفي جملة بستخدم كلمتين اساسيتين اسمهم نو با نو وبا. تبقى نو او ان ابصرف على حسب الفيرب اللي بيتكتب هنا. الفيرب بادئ بحرف فويل تبقى ان ابوستروف، بادئ بحرف كونسون تبقى ن، حسب ما هو بادئ بساكن او متحرك. بعد كلمه با ممكن استخدم كلمه دو او دي ابوستروف، بس امتى استخدمها؟ لما الاقي ان او ان او دي ما الاقي كلمه او ان او دي، او ان او دي، في حاجه تانية اسمها ادوات تجزئه اسمها دو دولا دولا بصرف دي، زي ايه مثلا اللي مكتوبه قدامي هنا دو، بشيلها واكتبها بالشكل اللي احنا شايفينه فوق باللون الاحمر، يبقى دو او دي ابص. نشوف المثال اهو، بيقول لي جي مال او دو، جي مال او دو، انا اشعر بالام في اسناني، هنفي ايه في الجمله هنا؟ فيها يعني ايه هنفي الفيرب ايوه هنفي الفيرب، برافو عليك، هنفي الفيرب. يبقى اكتب جو، ني الان هتبقى ان ابوستروف عشان الفيرب بادئ ايوه بحرف فايل، حرف لازم ايه با كلمه با، تمام، لازم كلمه با بعدها، واكمل جملتي عادي. ودو ليه كملت الجمله؟ لان ما فيش عندي او ان او دي، وما عنديش ادوات تجزئه دو دولا دولا ابوستروف دي، ما فيش. طيب نشوف المثال اللي بعده، ايه البوا دي جو، البوا دي جو، هو بيشرب عصير، يبقى ايل il ne boit pas بعد كده نشيل دو تمام نحط دو عادية مش دو أبوستروف مش بدأ بحرف الفويت ايوه عشان جو خاطر الجو بدأ بحرف ساكن كونسون. والاخيره نوزا لو كلوب هتبقى نو نالو هتبقى ان أبوستروف عشان بدأ تمام، بحرف الفويت برافو عليك، نونا لو با او كلاب هنحط با ونكمل بقية الجملة عادي تمام كده، عشان مفيش حاجة من اللي هم مفيش حاجة هتتغير. خليكي بصي الأهم بالنسبة لك أو إن ودي، لقينا أو إن ودي بنغيرها، مفيش خلاص. طيب تمام. ليسبور، اتفضلي. ليسبور لو فوتبول طب تاني معلش بقى، أول كلمة أنا افتكرتك بتقول العنوان لو تيتش، أول كلمة اسمها إيه؟ لو سبور ماشي، أصل أنا سمعتها جامعة، لي سبور، مظبوط كده ماشي، لو سبور. لو فوتبول لو تنس لو فولي بول لو هاند بول لو باسكت بول لو بينج بونج لو رغبي لو جودو لو سيكليسم لسكريم ليكواتاسيون. الأول لوسكريم، لوسكريم، والثانية ليكيتاسيون، ليكيتاسيون، ليكيتاسيون ليكيتاسيون تمام. سالاد لا بوكس لا لوت لا ناتاسيون les échecs jouer aimer adorer un maillot sportif un ballon un vélo une vélo raquette vélo vélo une raquette une balle une bicyclette
دي جسيغ، شسير. دي باسكت، جسيغ دي باسكت ان جوي ان انت غنيير تاني؟ ان انت غنيير لا، انترينور. ان انترينور. ان انت غنيير ان انت غنيير ان اربيتر ان سبكتاتير ان جورناليست ان فوتوغراف ام ماتش بارتير تير باختير بارتير بلوتار ديتستي براتيك براتيكي. براتيكي فير. تمام. بما اننا بنتكلم عن السبور الرياضات او ليز اكتيفيتي بوجه عام، يعني الانشطه، هنستخدم ثلاث انواع من الادوات، والثلاث انواع دول مرتبطين بافعال. يعني في فعل معين زي جوي مثلا اللي شايفاه قدامك، الادوات اللي بتستخدم معاه اسمها او الا الابوستروف او. هتقولي يا ميسو احنا لسه قايلينها دلوقتي مع الاجزاء الجسم ودي حروف جر. اقول لك اه، هي حروف جر هناك المعنى بتاعها واضح. اقول لك مثلا جي مال او فونتر، انا اشعر بالم في البطن، لكن هنا تعتبر ادوات ادغام، يعني اعتبرها زي ادوات المعرفه كده. هي مش، هي عباره عن حرف جر واداه معرفه مع بعض. طيب هتبان ازاي في المعنى؟ اهو جيجو او فوتبول. جيجو او فوتبول يعني انا العب كره القدم. طيب انا العب كره القدم، في حرف جر اتقال هنا؟ يعني هو انا بلعب في كره القدم ولا بلعب كره القدم نفسها؟ كرة القدم على فهي طول. هنا ادوات، فانا بستخدمها هنا كاداه. فزي بالظبط ادوات المعرفه لو لا الا مصروف لي في الاستخدام، الاربع ادوات دول هم نفس استخدامهم. اه يعني هتبص هتلاقي جوي معاها ايه؟ او زي لو، الا زي لا بالظبط، حتى لا مكتوبه اهي. اه الا ابوستروف اهي، الا ابوستروف، واو بلوريال، او اللي هي افيك اكس مع البلوريال كله. يبقى امتى استخدم الادوات ديت؟ بستخدمهم مع اذا جوي كان، ايوه اذا كان الفيرب عندي في الجمله هو جوي. طيب امتى استخدم فيرب جوي؟ اذا كانت الرياضه المكتوبه عندي مكتوبه بالادوات دي اللي هي او الا على وصف، يعني هيتبقى كده ايه، نفع واستنفع زي ما بيقولوا. هتجيب جوي هتاخد او الا على وصف، هتجيب او الا على وصف يبقى هتاخد جوي. فهمتي تمام. الموضوع بينهم ازاي؟ الادوات ديت مع الرياضات، الادوات دي اللي هي او الا على وصف او مع الرياضات بتستخدم جوي. لقيت جوي في الجمله بستخدم او الا على وصف، لقيت او الا جوي على وصف هي اللي موجوده في الجمله وعايز فيرب استخدم يبقى استخدم جوي، لان انا عندي الثلاث جوي انواع من الافعال زي ما قلنا. طيب استخدم جوي اه، ادي الامثله. جي جو او فوتبول، تي جو او تنس، ال جو او هاند بول، ال جو او فولي بول، نو جو او باسكت بول. انا كاتبهم كلهم او، بس طبعا في الاستخدامات الثانيه اللي هي الا الا. بصوا عندك الرياضات في الجدول فوق، هاجي مثلا على كلمه بوكس يبقى جي جو الا بوكس، الا لوت، الا ناتاسيون. بس ديت يعني ايه، معلومه كده هعرفها لك انت بس، تبقي واخده بالك منها واللي بيسمعوني. فيرب جوي هو اصلا مرتبط بالرياضات اللي بتستخدم كوره. فيرب جوي مرتبط بالرياضات اللي بتستخدم كوره، كوره سواء كوره كورة بالون او بال، زي تنس مثلا والباسكت والفولي والهاند والرياضات دي كلها اللي بتستخدم كوره، سكواش وكل دول. اما الفيرب تمام. التاني بقى اللي هو تحت، فير، يستخدم مع الرياضات التانية اللي مش بتستخدم كوره. فاهماني؟ تمام نعتبرها معلومه اضافيه. تمام يبقى انا اذا كان الفعل عندي في الجمله، ده الشكل التاني، اذا كان الفعل عندي في الجمله فير، الادوات اللي استخدمها هتبقى اذا بتبقى فين دو لا دو الابوستوف دي تمام. نفس النظام اللي قلناه مع جوي بالظبط، لقيتي في الجملة فير يبقى الأدوات اللي هستخدمها
دو دولار دو والابوستروف دي. لقيت الجملة جاية لك بحاجة من الأدوات دي، دو دولار والابوستروف دي، يبقى الفعل اللي انا حاطه هستخدمه فير، يبقى الفعل اللي هستخدمه فير. زي جو في دو سكي، جو في دو كاراتيه، تي في قصدي دو كاراتيه، إل في دو لا بوكس، إل في دو لا ناتاسيون، نو فيزون دو لسكالاد، فو فيت دو ليكيتاسيون، إل فون دي زيشيك، ils font des photos. Ils font des photos يعني بيصوروا، بيلتقطوا صور، أو ils prennent des photos. ماشي؟ زي ببروندر يعني. تمام. آخر آخر جزء بقى اللي هم أفعال الشعور. aimer, préférer, détester، يحب ويفضل ويكره، ومعاهم verb اسمه pratiquer. pratiquer ده يعني يمارس. يمارس. دول بستخدم معاهم أدوات المعرفة. les articles définis اللي هي لو لا الابوستروف لي. يبقى نركز قوي في فيرب واحد اهو، فيرب جوي الادوات بتاعته او الا الابوستروف او، فيرب فير الادوات بتاعته دو دولار والابوستروف دي، كل دول مع الالعاب الرياضيه. اما ايمي بريفيري ادوري ديتستي بتستخدم لو لا الابوستروف لي مع اي حاجه، سواء كانت ألعاب رياضية أو أي حاجة تانية. لو قلت لك مثلا تمام. جيم ليكول، جيم ليكول بستخدم أدوات المعرفة معاه. جيم لو فوتبول، أهي دي الرياضة. جيم لو سبور عموما. تمام؟ تمام. أو بستخدم بقى صفات الملكية اللي إحنا خدناها من شوية برضه. جيم ما فامي، ميزامي، أي إيه؟ اي حاجه ممكن تستخدم معاها ادوات معرفه او صفات ملكيه بافعال الشعور. براتيكي بتيجي مع الرياضات اهو، جو براتيك مثلا، لو سكي بنستخدم معاها ادوات المعرفه زي افعال الشعور بالظبط، جو براتيك لو سكي، تو ييم لو فوتبول، ايل ديتست لا بوكس، ال براتيك لا ناتاسيون، نو زادورون لسكالاد، vous préférez l'équitation، il préfère les échecs. وده برضه فيرب كده معلومة زيادة، فيرب بروندر زي فيرب بوار اللي كتبناه فوق للمعرفة. je prends, tu prends, il prend, nous prenons, vous prenez, ils prennent. عشان نبقى عارفين تصريفه لو شفناه في جملة. آخر تمام. واحدة اونيتي ست. اتفضلي. La maison, la chambre, la salle de séjour, la salle à manger, la salle de bain, la chambre à coucher, les toilettes, la cuisine, le balcon, le jardin, les escaliers, le garage. Le تاني الصالون، لا تاني الصالون ما سمعتهاش. Le lit, le fauteuil, le canapé, le tapis, le bureau. تاني تاني المكتب. Le bureau. Le bureau. Le bureau. Le bureau. Le bureau. L'ordinateur. Le lavabo, la table, la baignoire, la douche, la cuisinière, la cuisinière. ايوه مظبوط. في حاجه مش ده كوزينيير في كويزين، بوتاجاز، هي مكتوبه غلط. كوزينيير بوتاجاز، كويزين مطبخ. هي قصادها فوق يعني. صلحيها عندك. ده كويزين مطبخ، اما كويزينيير بوتاجاز. لارموار لي فيتمون فوالا. تمام نكمل. دون بورتير بورتير بورتي 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 Dormir, arriver,
réparer, descendre, Descendre. Descendre. descendre, descendre, mentir, menteur. مونتي افعال المجموعه الاولى كلها ما بنطقش فيها الار. انا بقولها مونتي، اي حاجه اخرها او ار بنطقها اي في الاخر بتبقى اي. بورتي، مونجي، بريباري، اريفي، مونتي. ها مونتي او لا ici chanter laver le frigo le غرانيير. غرونيي زيهم الاو ار دايما، اي حاجه اخرها او ار قلنا تبقى غرونيي. غرانيير غرانيير لونتري انتري لونتري كيسك. تمام. اجزاء المنزل اللي احنا قلناها فوق دلوقتي اللي هي لي بارتي دو لا ميزون او لي بيس دو لا ميزون، بقول لي دون ما ميزون في منزلي، قلنا بعض البارتي وبعض الايه الموبل موبيليا، الاثاث يعني والاجزاء. طيب دي حاجه ممكن مثلا تيجي لك في هيئه سؤال، اقول لك مثلا دون لا سال دو سوجور اليا، في غرفه المعيشه يوجد ايه؟ ممكن يبقى ان كنبي، ان تلفزيون، ان فوتوي. الثلاثه دول اساسيين من الحاجات اللي بتبقى جوه غرفه المعيشه. أو مثلا يقول لك دون لا شامبر أكوشي إليا، غرفة النوم إيه اللي موجود؟ يبقى أن لي إن أرموار، دي برضه حاجات أساسية موجودة في غرفة النوم. تمام؟ أو في أنشطة بقى بتتعمل، زي مثلا هقول لك أهو كيسك كيسك، هي دي المفروض في أبوستروف هنا برضه ماشي. كيس كون في، كيس كون في ماشي، ماذا نفعل؟ كيس كون في، في أبوستروف هنا الأو دي اتش، لا أحط أبوستروف عندك. دون لا كويزين، كيس كون في دون لا كويزين، ممكن نعمل ايه في المطبخ؟ ايه النشاط اللي بنقوم بيه في المطبخ؟ دي كده كجمل استرشاديه يعني، جمل للمعرفه، امثله يعني. ممكن اقول جو في دون لا كويزين، بطبخ. جو في دون لا كويزين، او جو في كوير، في كلمه اسمها كوير بمعنى يطبخ، جو في كوير، ما فيش مشكله يعني، ايه حاجه للتقريب بس. أو ممكن أقول مامون، مامون بريبار، ماما بتجهز الوجبات. تمام. ممكن تبقى لي روبا، ممكن يبقى لو بيتي ديجوني، ممكن لو ديجوني، ممكن لو ديني. كلمة الوجبات دي تتغير ويجي بدلها حاجة من الوجبات اللي عندي، فطار، غدا، عشاء. تمام تمام مامون بريبار، ماما بتجهز. طيب بيتي ديجوني، صح تنفع، ديجوني غدا تنفع، ديني تمام. طيب دون لو صالون، كيس كون في دون لو صالون، بنعمل ايه في الصالون؟ الصالون زيه زي السال دي سوجور بالظبط، ممكن نعتبره زيه يعني. تمام. بنعمل ايه فيه؟ جو اول حاجه ممكن نقول لاتيل، ليه جو ريغارد لاتيلي، ممكن اتفرج على التلفزيون، او جيكوت لا راديو، لا راديو، او جولي ان جورنال، اقرا جريده مثلا. تمام. دون لا سال دو بان، الحمام، والحمام عندي ده اللي هو المقصود بالكبير اللي هو فيه بينيوار وفيه دوش. ممكن اقول جي برون ان دوش، اخد دوش، جي برون ان دوش، او جو مي لاف، بغسل لو فيزاج اي لي شيفون، بغسل وشي وشعري. جو مي بيني، بسرح شعري، بمشط شعري. جو مي بروس لي دون، جو مي بروس لي دون، بغسل سناني بالفرشه. تمام تمام طب دون ده سال امونجي، امونجي في برضه ناقصه هنا، في حاجات كده عمالين نعلق عليها في الكتاب. دون ده سال امونجي في غرفه الطعام، اقول لك جيبرون زي ما عملنا فوق، كلمه لي روبا ممكن تتغير تبقى جيبرون، لو بيتي ديجوني، لو ديجوني، لو ديني، وهكذا. جو بوا دي بواسون، بشرب مشروبات، عصير، حاجة سخنة. جي مونج، باكل. ممكن أحدد أقول دي جاتو أو أي حاجة تانية برضو. جي مونج ده مثال بس، دي جاتو مثلا، أو ممكن أقول جو مثلا، ممكن أقول جي دي جون، بتغدى، أو جودين، بتعشى، أون دي جون، بنتغدى، أون دين،
بنتعشى، تمام؟ فدي الأنشطة اللي احنا بنعملها في غرفة الطعام. دول لا شامبر اكوشي. في غرفة النوم ايه النشاط اللي بعمله؟ المفروض ان هو نشاط واحد اللي هو بنام، بس هنشوف اهو. جو مي ريبوز، بستريح. جو مي ريبوز، او جي دور سيغ مون لي، بنام على السرير بتاعي، او بلبس هدومي. جو مابي، بلبس. جو بورت مي فيتمون، بلبس هدومي، بلبس ملابسي. تمام كده؟ تمام. هو مابي يعني البس بلبس، برضه صح؟ بس جو بورت بلبس، بيجي بعدها اسم الملابس اللي بلبسها. في زيها برضه، ممكن زيها فيرب متر. متر يعني يلبس، يرتدي. كان في السنة اللي فاتت عندنا في المنهج. أما جو مابي أنا بلبس، ممكن أحدد بعدها بقى جو مابي شير، بلبس هدوم غالية. جو مابي دو مارك، ماركات. جو مابي بيا، بوصف اللبس بتاعي يعني. بلبس حلو، بلبس غالي، بلبس رخيص، بلبس كذا، بلبس كذا، بلبس براند مثلا، على حسب ما أحب أكمل الجملة، بس مش بكملها بلبس. تمام. دون لو بيغو. دون لو بيغو بقى، هو كلمة بيغو نفسها يعني مكتب، اللي هو المكتب الخشب. ممكن يكون موجود عندي في غرفة النوم نفسها، أم بيغو. تمام، دي حاجة. ممكن في بيوت يكون فيها جزء أو أوضة مخصصة للمكتب، لا المقصود بيها هنا دي اللي هي الغرفة المخصصة للمكتب. يبقى دون لو بيغو يعني في أوضة المكتب، زي بتاع بابا مثلا، لو بابا عنده مكتب، أوضة مخصوصة فيها مكتب، بعمل فيها ايه مثلا؟ سواء دي او دي، جو في لي دوفوار، بعمل الواجب بتاعي. جو ديسين، برسم. جو تو دي مليسون، بذاكر دروسي. دوس. تمام كده. تمام. دون لو جاراج، في الجراج. ايه اللي بيحصل في الجراج؟ بابا بابا غار لا فواتير، بابا بيركن العربية، بيجرشها. طيب دون لو جاردان، في الحديقة. الجنينة بنعمل فيها ايه؟ أزرع زرع أو ورد. أزرع شجر، ورد، أي زرع. أون بلونت أو جي بلونت دي فلور، أون بلونت دي أربر. طيب الدرس اللي بعده اللي هي ليز ادجكتيف ديمونستراتيف. ادجكتيف ديمونستراتيف اللي هي صفات الإشارة. أنا عندي هنا هتلاقي مكتوب أربع صفات إشارة، لكن في المعاني هم ثلاثة. هذا، هذه، هؤلاء. هؤلاء. هذا، هذه، هؤلاء. طيب هم فين بقى هذا، هذه، هؤلاء؟ هتلاقي سو، هذا، والسو زيها سو برضو، هذا. يعني دي هذا ودي هذا. طب إيه الفرق بين الاثنين؟ ده بيبدأ بحرف كل سو. تمام. الاثنين زي بعض، سانجولي ماسكولا، الاثنين مذكر، بس اللي فوق سو الاسم اللي بعدها بادئ بكونسون. سو بونتالون، سو جاردان، سو بول، سو صالون، اي حاجه مفرد مذكر بادئ بحرف ساكن. طب لو هو مفرد مذكر برضه لازم يكون ماسكولا، لازم يكون ماسكولا، بس بادئ بحرف فويال، هنستخدم معاها السو اللي هي اخرها تي واحده. يبقى سو تورديناتور، هذا كمبيوتر. سو تيليف، هذا التلميذ. سو تامي، هذا صديق. وسو تونفو، هذا الطفل. فالاثنين سانجولي ماسكولا، سو وسو، الاثنين سانجولي ماسكولا، مفرد مذكر، بس الاولى بادئ بكونسون ساكن، والثانيه بادئ بفويل. هنعدي جزئيه صغيره دي بس، نكمل صفات الاشاره ونرجع لها تاني. ست، ست، ست للسنجولي فيمينا، المفرد المؤنث. ست في بدأ بحرف كله، أو كله، 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 طالما قلت سنجولي فيمينا يبقى كله، ما حددتش. لو قلت سنجولي فيمينا كومونس بار، يبقى انا حددت، يبقى انا اخدت نوع معين اللي بادئ بيه مثلا ساكن، بادئ بيه متحرك، حددت زي ما عملته فوق. سو مع سنجولي ماسكولا كومونس بار كونسون، مفرد مذكر بادئ بساكن، يبقى اكيد في حاجه للمفرد المذكر اللي بادئ بمتحرك اللي هي سو اخرها تي. لكن لما اقول لك ست للسنجل يفي منها كله،
يبقى مش هتفرق معايا بادئ بساكن او متحرك. تمام وسي للبلويال كله برضه مش كله. هتفرق معايا بادئ بساكن او متحرك. طب مذكر أم مؤنث؟ كله. تمام. تمام. نرجع تاني لسو، لها استخدام اخر. ايه هو؟ لما بتيجي في اول الجملة ويكون معاها فيرب اتر، بيبقى لها شكلين، شكلين بس، شكل منهم سانجولي مفرد والشكل التاني بلويال جمع. هي هنا تعتبر سوجي فاعل، لما يجي معاها اتر فيرب اتر بتبقى هي فاعل سوجي، والجملة بتبقى بمعنى انه سي، انه سي سو، انه برضه بس للجمع. هقول لك مثلا سي ان ميزون، انه منزل. سي ان ميزون. سي الي ليف، سواء بقى مذكر او مؤنث. سي واقول اسم الحاجه او تكمله الجمله يعني. سي سو، يعني سي انا سو. لما الاقي، يعني انا لما الاقي حرف، لما الاقي فيرب ادغ اختار سي او سي سو. مش هتلاقي غير حاجتين بس من فيرب اتر، انت مش هتلاقي اتر مكتوب، انت هتلاقي مثلا او اس تي مكتوبه، يبقى قبلها النقط، النقط ديت على طول تكتبي السي ابوستروف، لان اتر اوكي هنا يعتبر فيرب، واللي اللي مطلوب عندي هنا يعتبر سوجي، والسوجي اللي انا هكتبه هيبقى السي ابوستروف عشان الاو اس تي بدأ بفايل. اما لو لقيت السو هي اللي مكتوبه، يبقى اللي مطلوب مني سو، عشان هي جمع هنا، تبقى سي سو دي شيز مثلا، سي سو دي كوبا. تمام. تمام. انا عندي دلوقتي في أداتين استفهام، هما اخر حاجه كيسك، كيسك وو. كيسك بسأل بيها عن الاشياء، بسأل بيها عن المفعول، ما او ماذا. لو قلت لك كيسكو سي، ما هذا كيسكو سي، هتبدأ اجابتك بالجمله اللي انا لسه كنت خارج من عندها دلوقتي اهي. سي ان ميزون، ما هذا؟ كيسكو سي، ما هذا؟ تقولي سي ان ميزون، او تقولي لي سي سون دي شيز، يبقى انا بسأل كده عن الاشياء. طيب مش احنا كنا لسه بنتكلم على الانشطه دلوقتي؟ كيسكو اون في، كيسكو تي في، اهو كيسكو تي في دون لا كويزين، كيسكو تي في دون لا سال دي سيجور، نفس الكلام اللي احنا كنا بنشرحه من شويه فوق هو اللي مكتوب قدامي هنا. كيسكو تي في، انا بسأل عن النشاط اللي بتعمليه في المكان ده. كيسكو تييم، ماذا تحب؟ كيسكو تييم دون لا ميزون، بتحب ايه في البيت بتاعك؟ في لا يقول لي جيم ما شومبر، بحب الغرفه بتاعتي. جيم لو جاردان، بحب الحديقه. جيم لو بالكون، بحب البلكونه، وهكذا. طيب كيسكو تي في، ماذا تفعلي؟ بور ايدي تا ميغ، عشان تساعد مامتك. هتقولي مثلا جوميلا طب، بحضر السفره. جوميلا طب. جوفي لا فيسيل، بغسل الصحون. جوفيلو لي، برتب السرير. تمام. او لا شامبر، او لا شامبر، برتب الغرفه. طيب كيسكو تي في ابري شاك روبا، كيسكو تي في ابري شاك روبا، يعني بتعملي ايه بعد كل وجبه؟ انا بعمل ايه بعد كل وجبه؟ بعد الاكل يبقى انا هقول جو مي بغوس لي دو، بفرش سناني، او جو مي لاف لي ما، بغسل ايدي، او جو في لا فيسيل، بغسل الصحون. جو في لا فيسيل، لا فيسيل، جو في لا فيسيل، او لي دون، جو في جو مي بغوس. تمام، جو مي بغوس لي دون. كيسكو تو في كون تو تي ليف، كيسكو تو في كون تو تي ليف، بتعملي ايه لما بتصحي؟ جي رونج لا شامبر، برتب الأوضة على طول. أو جوفيلو لي، اللي إحنا لسه قايلينها، نرتب السرير. وآخر حاجة أو، أين، بسأل بيها عن الأماكن أيا كان بقى المكان. بسأل مثلا أو أبيت تي، تسكني فين؟ هتقولي لي جابيت مثلا. أنت دون ست ميزون ممكن تتغير. أنا كاتب مثلا جابيت أو كاري، أوكيغ، أنا ساكن في القاهرة. أباغي، أنا ساكن في باريس. هرم، جيزة. تمام. الكسندري. تمام. او تبغون ان دوش، تاخد الدوش فين؟ اكيد في الحمام، بس انا بسأل عشان الدرس مش اكتر يعني.
اللي هو سال دو بان. منزلي. منزلي يبقى جو برون اون دوش دو لا سال دو بان. طيب او تو في تون دوفوار، ممكن او تيجي في الاخر، في اخر السؤال تو في تون دوفوار، او بتعمل الواجب بتاعك فين؟ جو في ممكن مون دوفوار. ما ينفعش اقول غرفه النوم، ينفع عادي دون ما شومبر دون لو سالون. تمام عادي، اي اجابه انت، اي اجابه هتنفع بتبقى صح. السؤال دايما او جمله اللي بتبقى كومبليت اكمل، اي اجابه بتبقى مناسبه بتبقى صح. يعني في اجابات كتيره ممكن تبقى صح، الاجابه اللي مكتوبه ديت مش الاجابه النموذجيه او الاجابه اللي هي المطلوبه، لا في اجابات تانية ممكن تبقى صح برضه. تمام تمام دي امثله بس مجرد نموذج يعني. طيب او تامير او او تامامو، او تامامو في تيل لوروبا، فين ماما بتجهز الاكل؟ اكيد في المطبخ. ماما في لوروبا دون لا كويزين. تمام تمام دي كانت اخر حاجه كده. الحمد لله يعني جمعنا المنهج كله في الجزء اللي احنا قلناه دلوقتي. الحمد لله.